طيب نروح إلى موضوع آخر في البصرة. يوم أمس إحنا أيضا عرضنا من ضمن فقرة الصور الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك جدل حول قرار المسؤولة عن قاعة عتبة بن غزوان اللي رفضت أن يقام أي نشاط فني برقص وغناء على هذه القاعة. الموضوع أثار جدل الكثير من الأدباء والمثقفين والمسؤولين أيضا في البصرة عن الجانب الثقافي. راح نشوف شنو ردود أفعالهم، وأيضا يعني طبعا الموضوع احنا أخذناه من كثير من الصفحات على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. أكثر من صفحة نشرت صورة هذه المسؤولة ومع تصريحها مع كلامها، ووصلت التعليقات على كل صفحة أكثر من 2000 تعليق. كل التعليقات كانت ضد هذا القرار، لأن هذا القرار مثل ما أمس إحنا حكينا وعلقنا ضمن الفقرة إنه هو قرار رجعي، قرار لا يمت بأي صلة للعراق أو الحضارات أو الفنون اللي تقام على أرض الكثير من المهرجانات، أقيمت وتقام حاليا. وإحنا نفكر يعني آخر شيء كان الاحتفال ببغداد عاصمة الثقافة رغم تواضعه، لكن كانت هناك فنون بها الكثير من الرقص والغناء. شفنا احنا شفنا الصفحة وشفنا التعليقات الكثيرة وشفنا آلاف التعليقات. حاليا نرجع للبصرة ونشوف رأي أهل البصرة بهذا القرار الجار. استاذ جبار، انت عضو في لجنة الثقافة أو فحص النصوص الموجودة في نقابة الفنانين بالبصرة، فمن يفحص النصوص ويقرر بأن هذا النص فيه ابتذال أو عدم ابتذال، هذا صالح العرض أو غير صالح العرض؟ أنت ومعك فنانين آخرين، شنو رد فعلكم عن ما يقال بأنه السيدة نبراس مديرة قاعة عتبة بن غزوان تمنع بعض العروض اللي بيها ابتذال ورخص؟ هل هذا من اختصاصها أم من اختصاصكم ولماذا؟ أولاً، العملية الفنية في البصرة أو في العراق عامة عملية مبوبة ومبرمجة بشكل نتيجة تراكم الكم الهائل من السنين التي عملنا بها. فأنا شخصياً مسؤول عن إجازة الأعمال بشكل كامل. نعم، أنت مخرج مسرحي. مخرج مسرحي ومؤلف، وبالإضافة إلى ذلك أنا مسؤول مسارح في البصرة. نعم. فالعمل الفني والمنجز الفني الذي يعرض على قاعة عتبة بن غزوان أنا أكون مسؤول عن إجازة هذا العمل فكرياً وفنياً. نعم. وأعطي الإشارة بصلاحيته ليقدم، وإن كان عكس ذلك فيمنع العمل. أما العملية الأخرى أو الأحاديث التي تخرج من البعض بالمسؤولية عن هذا الإطار، فأعتقد أنه تدخل مباشر في عملنا، خصوصاً نحن على اتصال مباشر مع مجلس المحافظة ومع المحافظة بهذا الإطار لننتج عملية فنية وثقافية ناضجة لا تخدش الحياة ولا تخرج عن إطار الذوق العام للمتلقي البصري. سيدة رجاء السعد، باعتبارك واحدة من الفنانين البصريين وإلش باع طويل في هذا المجال، رد فعلك حول ما قيل بأن السيدة نبراس مسؤولة مسرح عتبة بن غزوان منعت العروض المسرحية اللي بها رقص وابتذال، هل لها الحق في ذلك وما تعليق على الموضوع؟ اولا مرحبا عليكم على الشرقيه. اظن انه مو من حق انه صرح، لانه التصريح هكذا مساله متروك يمكن للمعنيين المسؤولين بالثقافه بالمحافظه، بس مو من حقها انه صرح او تمنع اي نشاط فني او ثقافي، مو من حقها. بعدين هي اعتقد انه هي انا اقول عليها مسكينه ما فهمت الشغله، شنو شغله انه هي ما عندها ما تملك الثقافة والتعبير بالكلام يعني حتى تعبر عنه، وإذا مو من حقها أنه تمنع ثقافة يعني هي ما صرحت بيه ضمن اختصاصها الإداري أم شيء شخصي؟ هي موظفة، هي مجرد موظفة بقاعة عتبة. نعم. اللي من قبل يعني هي مناسبة من قبل المحافظة. نعم. جابتها خلتها موظفة. نعم. شغلتها شنو؟ شغلتها أنه على الحجوزات، شغلتها عن تراقب القاعة وتنظيف، لا ومعية الموظفين آخرين يعني يعملون مياها. هي مو مختصاصها، اختصاصها على الحجز، يجيها حجز من المحافظة، فلان فرقة فلان مهرجان جاي يحجز فرقة أن يقدم نشاط فني، ممكن هي تطلع على الحجز وتقول لهم أوكي هاي ما عندنا مانع أنه لكم القاعة صارت، فمن من حق تصرح؟ بعدين التصريح شنو؟ يعني هي من حقنا تمنع شيء ثقافي؟ احنا بالعكس احنا المفروض نبني مو ندم. واعتقد القائمين على الثقافة بالمحافظة ما يقصرون يعني، ولا اعتقد يوم منعوا فرقة او دائرة معنية بالفن والثقافة، ما اعتقد يوم منعوها.
يعني هو قرار غريب، والغريب الأغرب من عنده أنه تعيين مثل هكذا شخص في أهم قاعة بالبصرة وهي قاعة عتبة بن غزوان للعروض المسرحية والموسيقية. فنتمنى من المسؤولين أن يتخذوا قرارات بتعيين الأشخاص في المناسبين في هكذا صرح ثقافي. فنتمنى أن يراجع من عينها عن قراره، لأنه لا تتقدم الأمم إلا بتقدم الفنون. الحقيقة هو مو من واجب مسؤول المسرح، المفروض أكون لجنة لفحص النصوص، فمو من حق مسؤول المسرح أن يوافق أو ما يوافق على بخصوص النصوص. إحنا أول شيء نريد نسأل هي هذه المسؤولة إذا كان على لسانها القول، كيف عينت كمسؤولة؟ هل هي مختصة بالعلم المسرح والثقافة؟ إذا كانت مختصة بعلم المسرح والثقافة لا يمكن أن تتجرأ وتصرح هذا التصريح، إذن هذه غير مختصة. من ثوابت مسرحنا إحنا ومن ثوابت ثقافتنا البصرية يعني لازم يكون هناك موسيقى وغناء. المسرح بدون العمودين تنتهي روح المسرحية. طيب إذا أنا عندي موسيقى تخدم العمل المسرحي، كيف أقدم أنا بدون موسيقى؟ هل أستخدم آهاتي مثلا؟ هل أنا أعمل طبل على بشكل غير يعني، ولا أوهم الناس أن أكو موسيقى أقول لهم ترى هنا أكو مؤثر يعني؟ وشون يعني ما أعرف يعني كيف أخذوا هذا الإجراء؟ أنا أتمنى أن يكون هذا غير صحيح، يعني هذا التصريح غير صحيح، أتمنى يعني. يعني شفنا آراء المثقفين وأيضا أصحاب الاختصاص بهذه القضية، ويعني كشفنا من خلال تصريحات فادنا كثير، تصريحات مجموعة المثقفين من البصرة أنه هي فقط مسؤولة عن القاعة وفقط مسؤولة عن موضوع الحجوزات، يعني هي ما لها علاقة مباشرة. يعني هذا حتى أمس طرحناه كسؤال، أنه هل شخص مسؤول، هل هناك يعني مثلا البصرة صارت إقليم لحالها، المفروض يكون هناك يعني لوزارة الثقافة دور، لمجلس المحافظة أيضا، هي ما مختصة أنه من وزارة الثقافة، هي مختصة من مجلس المحافظة، جابوها حالها يعني حال أي شخص موجود موظف في هذه القاعة اللي يعني مختصة بعرض الفنون عليها اللي هي قاعة عتبة بن غزوان. المفروض أنه أصلا ما تطلع وتصرح، التصريح يبقى على مدير المسارح اللي موجود في مدينة البصرة حتى اللي هو يصرح بهذا الموضوع ويقول أنه يا بترى يمنع أنه عرض المسرحيات اللي بيها غناء وبيها موسيقى، حتى أنه التصريح يكون موثوق من مصدر موثوق أيضا اللي هو مختص بالفن، مختص بالثقافة، مختص بالعمل المسرحي، لذا هي أنه أصلا ما تعرف أي شيء يخص المسرح، هي مجرد موظفة جابوها تكون مسؤولة حجوزات. شلون يجي شخص يابا أنه أنا رح أحجز هاي القاعة، والله فلان موعداني عندي محجوز مثلا بها أو عندي لود بها ما أقدر أنطق على غير موعد، هذه مسؤوليتها فقط. فما المفروض أنه هي تطلع وتصرح بهذه التصريحات؟ لكن رغم هذا أنه واحد لازم أكو تبريرات للقضية، يعني أنا من أنطي قرار في موضوع معين المفروض أن تكون عن تبريرات مقنعة، قد تكون مقنعة. يعني إحنا أما أيضا شلون يعني واحد يعني يسمع لازم للوجه الآخر، حتى إحنا نعرف شنو القضية، شنو القصة، شنو التبريرات. قد يكون هناك موضوع أكبر من الموضوع اللي إحنا في تصورنا، ما نعرف شنو اللي صاير في البصرة. لكن رغم هذا إنه كل المختصين، كل الجهات المعنية، كل المثقفين، الناس اللي عندهم احتكاك بهذه القاعة، اللي يقيمون نشاطاتهم على هذه القاعة، كلهم ضد هذا القرار ومتفاجئين بشكل كبير. أهل المدينة، الناس اللي ما عندهم علاقة بالمسارح وما لهم علاقة بالفنون، مجرد ناس متلقين لمثل هكذا فن، أيضا عارضة وقالوا من المستحيل، يعني نادرة ما يكون هناك يعني أي نشاط الرقص والفن هو أساس أي نشاط فني بنوع من الغناء وبنوع من الرقص، ويعني فإذا حتى تم المؤثرات الصوتية أنه تكون مصاحبة للعمل المسرح اللي بالضبط موسيقى لازم مؤثر صوتي مؤثر، حتى انه يكون بكلام مرات، انه تكون اعمال جاده عن الوطن تعبر بها عن معاناه الوطن، تكون بها اغاني
خاصة وطنية، فلازم أن تعرض أغنية على خشبة المسرح. شلون أنه أنا ألغي هذه الأغاني والموسيقى من المسرح إذا تكون طيب المسرح يعني إحنا صح يعني إحنا ما ننظر للموضوع بإطر ضيق، يعني مو الرقص المبتذل والغناء المبتذل، هناك غناء عن الوطن عن الأمم، هناك مسارح خاصة تراجيدية خاصة بواقعنا الحالي تحتاج إلى غناء ورقص. طبعا إحنا بانتظار أنه من البصرة تكون ويانا صوت وصورة السيدة نبراس عبد الخالق، وهي يعني المسؤولة عن هذا التصريح، ويعني إن شاء الله تجهز ويانا حتى لأنه رد أو حق الرد مكفول في أهل المدينة. قلنا قد يكون هناك تبريرات لهذه القضية، إن شاء الله تكون ويانا تجهز بالصوت والصورة ويانا حتى نسمع تبريرات سيدة نبراس عبد الخالق. طيب مثل ما إحنا قلنا إنه الموضوع مثير للجدل أو أثار جدل في البصرة، إحنا ويانا سيدة نبراس عبد الخالق اللي هي المسؤولة بشكل مباشر عن قاعة عتبة بن غزوان، اللي هي أعطت تصريح في البصرة وأثار جدل ليس في البصرة فقط وإنما على مستوى العراق. سيدة نبراس سمعينا بعد على الصوت العفو. صوتنا يعني ممكن من الإخوان أنه يعلون الصوت حتى تسمعنا سيدة نبراس بشكل واضح وتسمع الأسئلة. سيدة نبراس سيدة نبراس اي نعم تسمعين حاليا بشكل واضح؟ سألوا سيدة نبراس تسمعيني بشكل واضح حاليا؟ أنت أمامنا الآن يعني بالصورة، هل الصوت اكتمل؟ واضح الصوت؟ تسمعينه؟ الحمد لله وشكرا، نعم أسمعكم. طيب ممتاز جدا، أهلا بيش في أهل المدينة. بالبداية يعني ما أعرف هل لقبش في البصرة سيدة نبراس عبد الخالق أم معروفة بأم ياسر حتى إحنا نقدر نتواصل وياش بالبداية؟ إن شاء الله الاسم نبراس عبد الخالق السعدي. نعم حياك الله سيدة نبراس، إذا راح نتواصل باسمك سيدة نبراس. التصريح هل هو فعلا منع أي نشاط فني على قاعة عتبة بن غزوان لا يحوي على أو يحتوي على رقص وغناء؟ هل هذا هو التصريح بالنص؟ العفو يا بما أسمعت السؤال. تصريحك أنت أكيد تعرفين القصة وأكيد شفتي ويانا الاستطلاع، أنت قبل يومين أعطيتي تصريح مثير للجدل بالنسبة للأوساط الثقافية وحتى بالنسبة للأوساط أوساط أهل المدينة في كل مكان وليس في البصرة. التصريح كان عن منع أي نشاط يحتوي على غناء ورقص في قاعة عتبة بن غزوان التي أنت مسؤولة عنها، هل هذا هو التصريح بالنص؟ بالنسبة لي عندما تكلمت في هذه تكلمت عن الفن المسرح العراقي. نعم لأن البصرة معروفة بتراثها وفنها العريق. نعم. أدنى والمسرح البصري مزدهر، وهناك نعذر بهذه الظروف أن المسارح البصرية كلها فن راقي. نعم. حيث تحدثت عن ذلك. نعم. كنت أقصد بذلك الفن البذيل وليس الفن الراقي. الراقي. لكن التصريح. وأتمنى من ذلك. نعم. أتمنى أنا من قناة الحرة. بأن تكلمت بهذا الموضوع ذلك عن الكلام والفن والمسرح الفن والمسرح الراقي. نعم. وليس عن المسرح والفن العفو المبتذل. نعم طيب هذا كان قصدي. طيب سيدة نبراس إذا كان هذا قصدك، هل قدمت في السنوات الأخيرة والأيام الماضية، هل قدمت في البصرة وعلى هذه القاعة بالذات، هل قدم مسرحيات أو أي نشاط فني برقص وبغناء مبتذل وأنت لاحظتي؟ للأسف يعني يبدو أن تواصلنا ما راح يستمر مع سيدة نبراس، انقطع التواصل وياها. نتمنى أنه يا ريت نعاود الاتصال بها يعني إذا جهزت، لكن للأسف ما يعني أعطتنا تصريح آخر. وأيضا هذا الموضوع أيضا هذه رسالة إلى المثقفين وإلى من يمارسون نشاطهم على قاعة عتبة بن غزوان. التصريح صار بشكل آخر من السيدة نبراس عبد الخالق، أنه هي تقول العراق يحوي على نشاطات المفروض تكون متحضرة لأنه تاريخها عريق ومتحضر وبه كثير من الثقافات والفنون، هي ضد الغناء والرقص المبتذل
فهذه ايضا يعني ما اعرف قد يكون هذا تصريح الى 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 المسؤولين الى المثقفين في البصره، هل قدمتم اي عمل بابتذال من الرقص والغناء؟ احنا راح نبقى متابعين هذه القضيه، اذا اليوم ما قدرنا نحصلها غير يوم، لان هذا الموضوع جدا مهم ويمس اهل البصره بشكل عام. اعتقد انه احنا يعني احنا كنا متابعين حتى في اهل المدينه الكثير الكثير من النشاطات الفنيه في البصره، كانت بها نشاط، بها نشاط فني رائع في البصره، لا يحوي على ابتذال بل يحوي على غناء ورقص، وكنا نعرضه في اهل المدينه بشكل جميل. ما اعرف احنا نقدر نتواصل مع السيده نبراس حاليا، عادت الاشاره معها حتى نسمع التصريح بشكل واضح. سيدة نبراس، سمعينا حالياً؟